السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس زهرة بالعقارية في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الأرض اللي كتباع في حي عارض مدينة الناظور. هاد الأرض هادي المساحة ديالها 2606 متر مربع، مساحة كبيرة ما شاء الله. R plus 2 عندها دو فاصاد، جوج ديال الواجهات، بعيدة على الطريق الكودرون واحد جوج دقايق على الرجل، قريبة حتى على السونتر في الناظور. بالنسبة للفصاد الثانية عندها طريق قودرون دايزة من تماك، يلاه دارت جديدة. هذه هي القطعة كما كتشوفوا كاملة. هذه كنقترحوها على الناس لي بروموتور اللي كيبنيو المنازل وكيبيعوا، فكنقترحوا عليهم هاد القطعة الأرضية هذه اللي نعاودو نذكروا أن المساحة ديالها 2606 متر مربع، ملكية، دو فاصاد، R بلس 2. الناس اللي باغيين يديروا شي استثمار، اللي باغيين يشريو باش كيبنيو منازل وكيعاودوا البيع ديالهم، فكنقترحوا عليكم هاد القطعة الأرضية هذه اللي المساحة ديالها كبيرة ما شاء الله. كده حتى الناس اللي كيفكر مثلا انهم عائله مثلا بغاو ياخذوها يقسموها مثلا بيناتهم على حساب فيلات، ف نفس الشيء كنقترحوا لكم هذا العقار. هذا بالنسبه للارض، نعطي واحد المعلومه، الارض كاينه في المزاد العلني. هذا المزاد العلني هذا غادي يتقام نهار 28 في شهر 12، 28 ديسمبر 2021 غادي يكون المزاد العلني على هاد الارض هادي، كما قلنا قريبة على الطريق قودرون، قريبة حتى على وسط المدينة، قريبة على جميع المرافق تما حداها، كلشي قريب عليها، المدارس ولا حتى المحلات التجارية، اي حاجة طريق قودرون قريبة والسونتر فيه قريب، وعندها دو فصاد، يعني كاين عندها واحد الطريق اخرى ديال قودرون دايزة على الفصاد الثانية. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه او تكريوه، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الرقم اللي كيبان لكم في اسفل الشاشه، والا بغيتو ديروا شي زياره لهاد الارض هادي فما عليكم الا تتصلوا بنفس الرقم، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع اقامه ايمن في ريد شوسي مدينه الناظور. اللي بغى يشوف هاد الارض هادي فيتصل بنا ياخذ شي موعد، او لا يزورنا لاجونس ديالنا اللي ذكرنا الموقع ديالها سابقا. حتى واحد القضيه واحده اخرى، انه الناس اللي كيبغيو يبيعوا شي عقار ديالهم وما عارفينش شحال غادي يجيب لهم ديال الثمن، فحنايا كنتكلفوا كنديروا التقييم ديال العقار، كنعطيو واحد الشهاده عليه، يعني كنديروا تقييم. الناس اللي بغاو يديروا تقييم العقار ديالهم فاتصلوا بنفس الرقم. كذا ايضا دخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencezarabi.com، اللي غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا، سواء اللي كاينه في اليوتيوب ولا اللي ما كاينش في اليوتيوب. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، كنشكروا الناس اللي كيصيفطوا لنا التعليقات ديالهم والملاحظات ديالهم، كنشكركم بزاف، راه كنقراو التعليقات ديالكم والملاحظات ديالكم كاملين. كنشكروا الناس اللي كيتبعونا سواء داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.